شو عم بيصير بالشام مثلا. الست زينب صارت مقاطعة إيرانية من حيث اللغة والعملة والمحلات التجارية ووفود الحجاج الإيرانيين يلي عم يجوا على سوريا. هن الوحيدين اللي عم يتجرأوا يجوا على سوريا بهاي الظروف الأمنية الغير مستقرة، طبعا نظرا لعلاقاتهم الطيبة جدا مع النظام. وقبل ما تسألني يا سيادة المحقق شو المعارضة ممكن تعمل، يا ريت توقفوا مع حالكم ولو لحظة صدق واحدة وبس، وتراجعوا حالكم وتشوفوا هاي هي سوريا اللي بدكم تحافظوا عليها. أنا بظن أن النظام باشتراكه بهذا الموضوع عم يعرض حاله لخطر كبير، عم يعرض حاله لثورة مضادة من أشد الموارين لإله، لأنه ما رح يقدروا يتابعوا معه بهي الطريقة، ما رح يستحملوا، ورح يفهم إنه الحكم مانو استمرارية، ورح يعرض حاله لخسارة البلد، ورح يكون الأسد برا البلد، والبلد رح تبقى.